عود العدوان السعودي استهداف العاصمة صنعاء مساء الثلاثاء، حيث شن 3 غارات على منزل لأحد المواطنين بحي الجراف جوار مستشفى المؤين، وأدت تلك الغارات إلى سقوط عدد من الجرحى وألحقت دمارا بالمنازل والممتلكات. غارات العدوان استمرت، بل تجر الإشارة إلى أن طائرات العدوان استمرت محلقة في سماء العاصمة لأكثر من ساعة بعد تلك الغارات، ما أدى إلى بث الذعر بين المواطنين. بالبيت وكان راح اتصرف لو قالوا في بيت احمد عبد القادر حملنا نبصر وفاني سقفنا مسافه ما تريتش يعني ما توقعناش منهم نجي هكذا الضرب مفاجاه. الله قاتلهم الله، ومهما ضربوا مهما كم ما قنبر ضرب عن قنبر صامدين 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 حتى الموت. الذي ضربوها الضرب الاول في المبنى هذا الذي جنبنا الان، والضربه الثانيه جنبه، والثالثه اذا انا بشر في الدنيا. اي والله في بيوت مواطنين، كلها في بيوت مواطنين، اعضاء الله يضربون من شق المواطنين كامل. كانت النتيجه انه استهدفوا بيت ابو الشهيد باسم محمد شرف الدين الذي استشهد قبل رمضان، واليوم يستهدفون منزلهم. لا ندري ما هو العداء بينه وبين هذا الشهيد، استهدفوا حيا واستهدفوا الان ميتا. الى ذلك استهدف العدوان الصوت